أعزائي المشاهدين وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من حلقات الكريزي تاكسي، والحلقة دي اسمها حلقة مرض الكلب. جامعة الدول فين؟ جامعة الدول. تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور يا باشا، صباح النور. فين جامعة الدول؟ جامعة الدول. شوف سجارة؟ لا يا غالي، ممكن ديني الغرفة. فين؟ مين عادي مش مشكلة. هو حضرتك فين في شارع جامعة الدول؟ اوصل بس هناك وانا معاك كبريت؟ في حد مستنيني هناك. معاك كبريت انت؟ مش كاترينا. لا عفو خلاص. انا جعان. انا جعان؟ ما انا بحس ساعات بالجوع كده في الحلب، بحس بالجوع في الحر. جعان ولا مهبط؟ مهبط. اصطبحت فهبط؟ لا مش اصطبحت. ما اصطبحتش؟ يبقى عشان كده بقى. انت اكسد كده ما اصطبحتش. انت شبون اول اسبوع، تاني شبون معانا. تاني اسبوع. تاني شبون. لا ما هو بالشكل دوت هيبقى اخر الزبون بالمشي اللي انت ماشيه. لا مش هحب كده. قول يا رب، قول يا رب، مش هحب كده. يا رب؟ مالك؟ مالك يا عم، في ايه على الصبح؟ انت شارب ستروكس ولا ايه؟ انا تعبان والله، تعبان. شارب ستروكس؟ تعبان، كان عندي مرض. لو انت شارب ستروكس قول لي عشان ما اعرف افوقك. لا انا كنت تعبان. امال مالك؟ تعبان ازاي يعني؟ ايه يا عم؟ انا سمعت على قطع، لا تعب اقول له ده. بتاع ده؟ معلش بحط اكل، الاكل بتاعي. الاكل بتاعك؟ اكل بتاعي. ايه ده؟ هتعمل ايه؟ يا عم دي عظمة يا عم. هتعمل ما خدت غطي. يا عم انت بتاكل عظم انت في ايه على الصبح مالك؟ طب بقول لك ايه، نزلني هنا. لا مش هتنزل. هو ايه اللي مش هنزل؟ انت في ايه في دماغك على الصبح؟ يا عم بقول لك نزلني في ايه؟ ما خافش ايه؟ هو بس كده ايه ده؟ خافش. مالك يا عم في ايه على الصبح؟ انت في حاجة في دماغك؟ لا ما هو ده يا اما ستروكس يا اما انت بتستعبط في ايه؟ انا ما خدتش حقنة. خدتش حقنة ايه؟ هاو. هاو؟ ايه هاو دي؟ هاو. هو الاستراس ودانا في داهية. بس حبيبي بس. سوق يا بابا. يا عم سوق مالك في ايه؟ ما انت كنت بتبيع اول ما ركبت. هاو ايه بس؟ بس حبيبي بس. يا ابني بس مالك في ايه الصبح؟ بس يا بابا بس حبيبي بس. تعبان. ايه ده يا بابا؟ تعبان. ايه ده حبيبي؟ حبيبي تعبان. صبرنا يا رب. انا خدت ستروكس. شارب ستروكس؟ مش هشرب ستروكس. امال مالك في ايه على الصبح؟ يا ابني مالك؟ ما تجننش امي، انا معايا شهادة مرض اطفال. اوعى يا عم كده، مالك في ايه؟ مالك يا عم في ايه على الصبح؟ ايه اللي ايه ده؟ ماله في ايه؟ فك ايه؟ ايه ده بس؟ وانا بتكلم مع بني ادم ولا بتكلم مع حيوان يا عم؟ في ايه ده وهو على الصبح؟ ايه ده ازاي يعني؟ في ايه؟ ما تفهمني يا عم. يا عم ايه ده شويه؟ ايه ده؟ فهمني. طب اديني ايه ده اهو. فهمني بقى في ايه؟ ايه ده انت شويه؟ هو انت تعرفه؟ ايه ده؟ هو انت تعرفه ولا تفهمني؟ انا عارفه ايه ده شويه. يعني ايه عارفه؟ ماله بقى؟ ايه؟ انتوا دي الشله مجانين مع بعض؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ الساعه 11 جاي. هو ايه اللي انت عامله ده؟ النوبه الكبيره جايه. نوبه ايه الكبيره؟ النوبه الكبيره جايه. لازم اخلع. لازم تخلع. تخلع ايه؟ في ايه؟ النوبه الكبيره جايه. يا ابني اقف يا ابني يا حبيبي. استنى يا بابا، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انت روح فين؟ انت روح فين؟ ما قلت لك زفت جامعة الدول. عايز ايه؟ نياو. انت بتهوهو ولا بتناونو ولا انت ايه نظامك بالظبط؟ نياو. نياو؟ في ايه؟ نياو. ايه هنا مالك؟ في ايه؟ عايز ايه انت على الصبح؟ يا عم ما تنزلني يا عم الركوبه الزفت دي، مفيش طقوسه غيرك. نزلني يابا، نزلني يا عم الحاج. يا عم اقف فينا، نزلني. هتودينا في داهيه، هتركسنا في حاجه. يا عم انت في ايه واللي انت عامله دوت؟ اقف يا حبيبي، اقف يا بابا، اقف يا بابا، نزلني. اقف يا بابا. ايه اللي ها؟
نزلني يا عم، يا عم كده نزلني يا عم، انت في ايه مجنون؟ هو يا جدع انت مسحور ولا ايه؟ يا عم عرفتي مالك فيها الصبح، اوعى كده بقى، اوعى يا عم كده، اوعى يا عم افتح الزفت ده. نزيع ولا منزيعش؟ لا يا عم زيع، مع انك فرحتني وطلعت عين امي بس يلا. نورتيني مش عارف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. دول بناتك دول ولا ايه؟ دول زي بنات طبعا، دول تلامذتي. انت مدرس؟ اه. شغال سكرتير. يا عم انت شاغل بالك ليه يا عم؟ يا عم شاغل بالك حضرتك احنا عادي. يا عم بسألك سؤال خلاص. ماشي خلاص. انا بسألك سؤال. يا عم. يلا مناميت. يلا يا مس. يلا يا مس. السلوك العام مفيدة ونافعة، صلة الأرحام مفيدة ونافعة، السلوك العام مفيدة ونافعة، صلة الأرحام مفيدة ونافعة. حضرتك انا بصش، انت شاغل بالك ليه يا عم؟ بص بس يا بنت انت واقف. لا 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 اوعى انت اسكت. بس يا بنت بس خلاص. أسد الطعام مفيدة ونافعة، السلوك العام مفيدة ونافعة، صلة الأرحام مفيدة ونافعة، صلة الأرحام مفيدة ونافعة. وش راح؟ وش قدامك؟ وش راح؟ وش راح؟ بس بس لا لا اوعى تمد ايدك على بنتي من البنات. بص قدامك اوعى. ابوك مطين بطين. مطين ايه يا عم انت؟ بص قدامك بس يا بنت. ما انت عيب برضه، ما يصحش عمه. عمه عمه ما يصحش. متى نمت؟ 6 ب 8 بكام؟ يا عم انت جاي تدرسهم هنا 48 يا عم. غششتيها يا عبقرية وانت. بص يا عم قدامك، انت اللي غششتيها صح؟ ثانية واحدة عبقرية وغششتها. لا اوعى تمد ايدك على البنات. بس هتلاقي مشكلة. احنا بتحس سوبر ماركت هنا يا بنت؟ بس بس اقرأ بيهم اقرأ بيهم. بص قدامك مش عارف ايه. طب ماشي مش هنفهم. عايز اشتغلات. عيب عيب. انا مدرس. انا مدرس. لا عيب كده، عيب انك كده قدام الناس. ده تعليم ده؟ اه ده اسمه التعليم. ده تعليم ده؟ اسمه تعليم التاكسي المملوك. ايه؟ التاكسي المملوك. مملوك ايه يا عم؟ بلا مملوك بلا سفر. لاي حد. بص يا عم قدامك بس خلينا نروح مشوار. تعليم عام. يا عم خلينا نروح مشوار مع سيدي المغار. ابوك ما يعلم والله ربنا النهارده. ابويا بنات بنات. بص واحده تتكلم. السلوك العام ادب السلام. لا لا انت بتضرب بس اوعى تمد ايدك عليهم. بس بقول لك ايه بس خلاص. ده تعليم ده؟ تعليم ده؟ تعليم ده؟ ثواني. هو نوتي. برافو عليك. ها؟ قالت عليك نوتي. ايه نوتي؟ غرست ان انت نوتي. لوزر 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 لوزر. يا عم العباطه دي قولي له تاني. لوزر لوزر لوزر. لا انت بس اوعى بس يا لوزر يا نوتي. مش عارف لوزر؟ لا ايه لوزر؟ ولا لا اقسم بالله. بس عيب عيب ما يصحش. يا نوتي يا نوتي يا اللقرع ناموس. اقطع لي ورق يا مستر. بس 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 عيب عيب. يا عم نزلنا على جنب. بس بس لا لا لا. وقف العربيه. طب وقف العربيه. طب وقف العربيه. خلاص خلاص علمهم انت. علمهم. مش هعلمهم يا عم. انا مش متعلم. انا العام أدب الكلام سلوك العام صلة الأرحام مفيدة ونافعة. وش سيرة؟ وش سيرة؟ يا عم بس بص يا عم بس يا بنت اوعى تمد ايدك على البنات. سيب الجلابيه. عارف الجلابيه دي كمان ارقام اللي مسكتها؟ كمان ارقام ايه؟ برافو عليك. والبنات علشت يا بنت. بس انت سعيدي نوتي. سعيدي نوتي ما ينفعش كده. عيب. الصعيد احسن احسن. احسن ناس. تعال. ما انا قلت صعيد. نعم ولا لا؟ انا سعيدي. نعم ولا لا؟ انا سعيدي. لا انت ما ينفعش تبقى صعيد اساسا. عيب عليك ما ينفعش. انا بقول لك اهو اوعى تسيبني. ما فيش نزول. بنات استنى يا عم. بنات بس 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 كسرت لي المرايه. تصدق ان انت نوتي بجد زي ما البلد ايه ده؟ اقول لك على حاجه بقى. اقول لك بس انت انت نوتي. انت نوتي ولا ايه يا عم؟ نوتي انت نوتي. نوتي يعني انت بتكتب على النوته يعني انت نوتي. ايوه لا اي حاجه من تمام. طب بس لا تتبلط تتبلط. يلا السلوك العام هذا بالطعام. السلوك العام هذا بالطعام. بس تكسبيش نظرتك. بس تكسبيش نظرتك. احنا هنعرفه مقامه. هنعرفه مقامه. احنا عايزين نذيع الحلقه دي. ايه رايك يا عم؟ ايه تاكسي؟
حوارك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين في المانيا ان شاء الله؟ مانيا الروضه يا باشا. مانيا الروضه تحت امر حضرتك. الله يبارك. معلش بقى انت زي ما انت شايف الجو عشان امتحانات وكده، فالبنات معايا النهارده في التاكسي، بما ان يعني معاكم تعرفوش انا شغال النهار والله يعني مدرس بعد الظهر. التاكسي دي ستوب كده يعني. يلا يا بنانيت. يلا يا مستر. صلة الأرحام في دولة السلوك العام في دولة. صلة الأرحام كده انا مفضل جام الشغل حضرتك ومفضل ولا انزل ولا ايه؟ طيب حضرتك بقى تمشي كده عاقل عشان خاطر ايه ما ينفعش. طيب خلاص اخر مرة تاني. لا ولا اخر مرة. صلة الأرحام في دولة السلوك العام في دولة. والسيرة السيرة والسيرة ماشي يا باشا. تكلم عشان ما بكلمك. عمو شكله مستفز وعايز يضايقنا، عايز يعطل دراستنا وتعليمنا. لوزر 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 لوزر. انا هركز خلاص في الطريق. حضرتك قول لهم يلا حضرتك اديهم الدرس. يلا قول لهم السلوك العام. يلا 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 السلوك العام. قول لهم السلوك العام. السلوك العام يلا. باشا مش هينفع كده والله. ايه اللي مش هينفع؟ والله ما ينفع. مالك حاجة متضايقني؟ انت جاضي؟ مش عايزك تجد. بقول لك يا باشا جاي من الشغل تعبان عايز اروح. خلاص خلاص ما تضايقوش عمو هيجيب لكم شكاليتا. ايوه شكاليتا. فين شكاليتا؟ فين شكاليتا؟ شكاليتا. لا 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 لا. نزيع ولا منزيع؟ لا نزيع. نزيع؟ نزيع. هذا الطعام.